غير دخلوا اخويا ايوب مشاهدين ونبدا معك اللايف. إذا متابعي ومتابعة قناة شوف تي في، أسعد الله مساءكم أينما كنتم، مباشرة معكم من هنا من مدينة أسفي عاصمة عبدة. إذا في هذه الأثناء متابعينا كان تواجدوا مع المثير للجدل الشاب أيوب طاكيشي الملقب متابعينا الكرام بالحلوف، اللي معروف متابعينا هنا في مدينة أسفي، واللي يعني كان كيغني متابعينا مع الفنان المشهور إيهاب أمير، واللي طلع معاه في بزاف ديال المهرجانات وكان يعني صديق ديالو. اليوم أيوب كيدير مشروع بعد ما قدرش أنه يسير على راسه أو لا يصرف على راسه من الفن. اليوم أيوب كيدير مشروع ديال طونو حرور ديال الحلوف من هنا من مدينة أسفي متابعينا الكرام. اذا لايف مثير للجدال مع الفنان ديالنا، فنان اللي كيعرفوه الساكنه ديال اسفي، اللي تبارك الله الصوت ديالو يعني رائع، لكن للاسف كيقول على انه الفن ما عطاش واختار انه يدير مشروع ديالو اللي هو عباره على عربه متنقله ديال الطون الحرور ديال الحلوف. زيد قرب معايا اخويا ايوب، لاباس عليك؟ احوال طيبه خويا حلوف، لاباس عليك؟ امورك يا نياس، صحه لاباس؟ امور مزيانه هاك خويا ايوب؟ الحمد لله. الله يعطيك الميكرو، ولا واش باغي تخدم للناس؟ انا خدام الناس وانا خدام ومجمع معانا خويا. مرحبا، كيف ما كيقولوا نغموه ياك. نغموه اتاي. خويا ايوب تبارك الله، انت يعني نتعرفوا عليك في البدايه. السلام عليكم، تحيه للمشاهدين اللي كيشاهدوا فينا دابا عبر القناه شوف تيفي. تحية الزملاء الصحفيين، ومعكم أيوب الطاقي، فنان مسفيوي ابن حاضرة المحيط أسفي. كنرحب بأي واحد وكنرحبوا بأي واحد من جميع أهل العالم عندنا هنا في أسفي. أيوب تبارك الله، كنت يعني كتغني وقلبتها طون وحرور، كيفاش هاد القلبة هادي أخويا؟ أخويا كنغنيو أيه، ولكن أخويا خاصنا ندبر لها ريوسنا وقلبنا سندويشات مع الناس، بيعهم بيعوا شارين، ما هادوك بخير ولا خير الحمد لله. واش غدير؟ من الغنى للطون الحرور هانيا كلشي دايز. من الميكرو للطون الحرور. من الميكرو للطون الحرور، من الميكرو. كيفاش خويا بعدتي من الغنى؟ الغنى غينا اخويا ما بعدتش منه. غير حد الفترة ديال كيف كيقولوا حد الفترة ديال النقاهة. فهمتي سير خاصو صريح، خاص شحال من حاجه. كاين بزاف ديال الناس خويا ايوب اللي بغاو يسمعوا الصوت ديالك. مرحبا. خذ الميكرو. تي لا 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 كلما مرت بقربي تشتعل نيران قلبي. كلما مرت بقربي تشتعل نيران قلبي. كلما مرت بقربي تشتعل نيران. تبارك الله عليك خويا ايوب، الله يبارك فيك. كتغني يعني غير الطرب ولا كتغني خويا الراي؟
انت معروف. خذ ايوب ماكر واحد دقيقه عافاك. مرحبا. ما اسمح لينا واحد دقيقه دغيا؟ ماشي مشكل ياك. الحمد لله. معروف ايوب على انك صديق ديال الفنان الكبير ايهاب امير، وعلى انك طلعتي معاه بزاف ديال المرات في مهرجانات. تكلم لينا على هذه القضيه. تحيه كبيره للفنان ديالنا ايهاب امير ابن حاضره المحيط اسفي، اللي الحمد لله شرف المدينه، والحمد لله شاق الطريق ديالو غادي واحد واحد غادي واحد كيف كنسموها. اجينا بلاد بلاد بلاد. غير تغير بنات اختي. اش اش؟ لا 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 لا، انت دي وليدات صغار. لا لا ياك صافي انت وليدات صغار. كمل. او خويا اش غنقول؟ عندك رجع رجع رجع. او الحمد لله شاق الطريق ديالو، والله يسير الله يسهل عليه يا ربي. والحمد لله كان فيستيفال شهر 8 جو بونس، واقيلا والله ما عقلت اي نعم 2018 2019 مديني عام 2018 كان الحمد لله كان كبر بيا، وكان طلعني مع الفستيفال اوكسيجون اللي كان في ديت اسفي، وكانت الحمد لله تجربه زوينه مع نجم مع ستار ديالنا ايهاب امير، وغنينا قدام جمهور المسفيوي وشي حاجه اللي كانت تبارك الله زوينه وطوب. يعني كتغني شويه الشعبي خويا ايوب؟ عطينا الشعبي المغاربه كيموتوا على الشعبي، عطينا نسمعوا ايوب طاكي الشي او موقف ايوب الشعبي. تغنوا الشعبي؟ انا غنوا واحد الدويس ديال خويا سعيد. الله يحفظك خويا سعيد. كمل. نعم خويا. خلي حموده، حموده ديالنا خلي. الله يحفظك. انا غنوا واحد الاغنيه ديال العابدين. حنا غنوا غير حنا اليوم عندنا غير المسيويين. تري وداير ما غزالي تسناني على جنب الواد، وعيت ما نساين مالو ما جاش في الميعاد، خلاني مهول علي بهموم وعلى خدي دمعي، ودمعي هو داير مع غزالي تسناني على جنب الواد، عيت ما نساين مالو ما جاش في الميعاد، خلاني مهول علي بهموم وانا خدي دمعي، ودمعي هواد ولهيه فوق راس العين، لهيه فوق راس العين ولهيه فوق راس العين، وبين الصفصاف والياسمين فرش ليه الرياحين ونباتو، ومتعانقين في الحب هيمين في الحب هيمين، داير مع غزالي تسناني على جنب الواد، عيت ما نساين مالو ما جاش في الميعاد، خلاني مهول علي بهموم وانا خدي دمعي، ودمعي هو بارك الله عليك. الله يبارك فيك خويا سامي. الله يحفظك. كيفاش هاد القلبة هادي من الغنى نطلو للحور؟ قول لنا كيفاش هاد القضية هادي، شنو كتصايب بعدا عندك هنا؟ خويا في اي منبر اعلامي، الله يحفظك خويا الزين، في اي منبر اعلامي كنقولها هاد البروجي ديالي انا والدري صاحبي، ما باغيش يبان على الصوره لظروف شخصيه على خاطره. المهم كيف جاتنا الفكره، بين اخويا نحاربوا البطاله، راك عارف الشباب ديال المدينه راه الله غالب. اخو بينا نحاروا البطاله، وبينا ندبروا للريوسطه، وبينا نعمروا جيوبنا ونسخنوا جيوبنا بصريف مصاريف ديالنا، هادشي اللي كاين. اما الغناء اخويا الغناء راه كتبقى موهبه ديالي، هذيك العمره غادي تحيد. كيفاش تقبلوا الناس انك انت كتغني وكنت فنان معروف هنا في المدينه وغادي شاق طريقك وقلبتي على طون حرام؟ كاين اللي تقبلها، كاين اللي الحمد لله عندنا باقيين، عندنا الناس عقلانيين، باقيين عندنا الناس عقلانيين اللي تقبلوها بطريقه زوينه، وكلشي كيدعي معاك وكلشي كيقول لك خويا الله يسهل عليك، اخويا الله ييسر ليك. كاينين شحال الفئه اللي حد فئه صغيره بزاف اللي كاين اللي بدا يضحك، كاين اللي بدا كله شنو بدا كيقول. هذوك اصلا ما كنديش الهضره ديالهم. انا الحمد لله الاغلبيه اللي كتشجعني، والاغلبيه اللي معايا هي اللي كنتبع الهضره ديالها، اما الناس الاخرين ما بزاف ديال الالقاب. كاين الناس اللي كيقولوا لك طاكيشي، كاين الناس اللي كيقولوا لك حلو، كاين الناس اللي كيقولوا لك
كيفاش هاد القضيه هذه؟ الحمد لله. المهم طاكي الشيء والاسم الشهره من الصغر ديالي يعني الاغلبيه كل الناس كيقولوا لك بدو هذه القضيه هذه كله وكله وكله الحلو كاين ناس بزاف لا 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 هذه لا يعني ايوب بالنسبه لهاد ما لقيتيش مشكل هنا في هاد البلاصه اللي حطيتي فيها الحمد لله الحمد لله باخ اصلا انا ولنا ود الحي انا ود الحاج رايفات كنقدم تحيه كبيره لنا زوج رايفات انا ود الحي هنايا واصلا كل اخ اونفاس معايا من المكتبه ماشي يعني ما كاينش مشكل الناس كاملين كيجي يحترمونا هنايا اللي خاصه شي حاجه اي واحد المهم يقول اي واحد مرحبا بي ومرحبا بكم عندي عند طونطاكي رحب بكم اي واحد جي لاسفي ولكن انا في حي جريفات مرحبا والف مرحبا. يعني ايوب ايضا يعني انت كان فيك الوزن ديال ازيد من 100 خويا شي دواسه كتجبد دواسه اليوم سخان خويا كان عندك في الوزن 120 كيلو جرام في 130 كيلو جرام اللي كنتي كتوزن في 2012 شحال ولات عندك خويا كانت فيها في 2012 كانت فيها 130 كيلو 130 كيلو تبارك الله وفي ظرف عامين حيدت 50 كيلو يعني كنت وصلت الوزن 80 كيلو دابا غلاضي تعاود تهدي شحال وصلتي دابا الطون والحرار دابا والله ما بقيتش باغي نتعبر انا كنا كنتعبر كندخلها كنحيد ما بقيتش نتعبر صافي تبارك الله انت كانوا يعني كندوزوك بزاف ديال الاذاعات خصوصا فاش كنتي ضعفتي يعني في الوزن الحمد لله كان يعني والحمد لله كانت الطريقه هذه كتشحم واحد حفزاتو يعني بزاف الناس كانوا فاقدين الامل في حياتهم يعني كيقولوا انا عمرني غادي نضعف انا عمرني هذه الحمد لله بيبليت الفوطو ديالي في حد الجروب اللي كان معروف في المغرب كامل وتقريبا كتجابت الفوطو كتجابت شي 20000 ديال لي لايك والحمد لله وصلوا لي ميساج بزاف وعطيت الناس ديك الطريقه اللي كتستعملتها يعني الحمد لله يعني بزاف الناس تبعوا ونجحت لهم الحمد لله وهذا من فضل ربي حنا اي حاجه كنبغيوها غير اجر لله لا ما كانت لا مقابل لا حتى شي حاجه هنا خويا انا خويا انا اخويا كنصاوب انا اخويا كنصاوب هذا راه ما فيش فرماج لا هذيك فيه فرماج هذا اللي ما فيهش فرماج شنو كتصايب اخويا ايوب هذا الشيء انا تمام انا اخويا سامي كنصاوب طون وكندير خبز العجيبه الخبز العجيبه فيها البيض مسلوق فيها الروز فيها الزيتون فيها المرتديلا وكاشير فيها البطاطا خبز المجنونه كلو 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 كيسموها الخبز المجنونه كلو كيسموها خبز العجيبه كلو كيسموها فيها الفروماج فيها لاصوص فيها لاصوص كوكتيل لي نعم لا هذيك الاخرين فيهاش فروماج هادي لا هذيك فيهاش فروماج هادي فيها فروماج كيفاش خويا كتقلب الناس الكاسكراطات ديالهم لا راه السيده بغات تستا خاصنا كله انت نعطي الحق ديالها راه تعطلنا على سمح لينا اختي اذا نكمل معك ايوب انت ولد الحي الشعبي انا ولد الحي الشعبي انا ولد حي جريفات جربتي الغناء مع ما شحال من عام يعني راه من 2000 وراه كنقول لك انا الكارير انا من 2006 كنغني مع الدراري الحمد لله كلي دابا راه كلي الدراري شهر فيهم كله وسهل عليه الله انا اول اسمح لي انا اول اغنيه عندي سجلتها في 2014 ومن تما غادي كندير من تما تميت غادي متبع درت ثلاث اغاني متابعين ديولي كان عباره عن فيتشرينغ مع واخا مرحبا واحد دقيقه وانا معك خويا الزين دي فيتشرينغ كان مع واحد الدريه ومع دري صحابي ومسائي من تما درت اول كوفر وثاني كوفر ومن تما درت اول اغنيه اوفيسيال هي خويا زين حد دقيقه لي معاك الروجو اسمح لي اري خذ راحتك صافي الناس هادشي بالزوين يعني كيشوفك واحد دقيقه عطاو لك من وقتهم يجي واحد فيه الجوع باغي ياكل وكيمشي وكيصبر وكيتسنى وصابر على حد فهمتيني يعني الحمد لله هذا يعني ايضا خويا الحلو خويا طاكي يعني انت كنتي معروف واحد الدوسي جايبو لك سخون الله 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 الدريات كيقراو في الليسي وكنتي كتجيب الجيتار لا 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 ما كنضربش جيتار اصلا انا
صحابي انا صحابي هذا اصحابي يقولوا كل شيء صحابي اصحابي راه حماق اصلا انا كنطيقوا فيهم شي واحد اللي عنده شي صعب بعقله راه ما صاحب متوز خاص صحابي يكونوا حماق هذوك حماق هذا قام مدي لهم من هذا المنبر كنشكركم اصحابي شنو تبغي تقول للمشاهدين خصوصا الكليان ديالك؟ الكليان ديالي راه كليان عارفين كل شيء راه العرب راه ديالهم الدار داركم ومرحبا بكم انت الناس كنصوب لهم الطون بست دراهم والخبز العجيبه كنديرها بسبعه دراهم لا لا ثمن زوين بالعكس طيب الناس يقول لي خويا كيقول لي راك مرخص على داك على بلايص اخرين في مدن اخرين كيقول لي خويا راك مرخص يعني يعني انا قبل 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 ما ندير الثمن يعني سولت الناس راه مشيت سولت وهادي وهذا عاجد ماشي درت الثمن من راسي وت الحمد لله راه سوندويش تبارك الله راه فيه الطون فيه الزيتون فيه الروش فيه البطاطا ورطادي لو كاشير فيه لي صوص فيه الفرماج فيه الحار فيه البصله يعني راه الحمد لله الخير والبركه ها خلي لك بلا خدمه خويا ايوب ماشي مشكل الناس اللي كيتسناو تبارك الله عليك ايوب كلمه اخيره من منبر قناه شوف تي في تحيه للمنبر ديال شوف تي في على التغطيه الصحفيه على اللايف الزوين اللي داز معاكم وكنبغي نشكركم بزاف 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 وكنشكر الاخ سامي والاخ الصديق اخ صلاح وتحياتي لكم وتبارك الله عليكم تبارك الله عليكم